اسمي مصطفى من ريف حماه الشمالي. تهجرت إلى ريف إدلب الشمالي مخيم العيس بسبب سيطرة قوات النظام وروسيا على مناطقنا. ليست المشكلة دائما في أن تخسر، معظم الأحيان تكون المشكلة في أنك تحافظ على ما يؤذيك. ظنك أن خسارته لا تعوض، لا شيء يؤذي الروح أكثر من بقائها عالقة في مكان لا تنتمي إليه. لم أكن يوما ما شخصا مؤذيا حتى عندما أحرقوا قلبي. بشتغل بمعمل الحديد، بشتغل شيربالات، وأنا المعين الوحيد لأهلي. بستنى آخر الأسبوع لأستلم 250 أو 200، وأنا عندي صوت إذاعي لازم يكون بالمكان الصح، صوت غوغل. السلام عليكم، كيف حالكم أصدقائي الكرام؟ ملقب بغوغل، وبيحكي صوته نفس نبرة صوت غوغل. يعني هذا الشاب، يعني الحاجة هي اللي خلته يشتغل بالحديد وبالخرطة. يعني لازم مثل هيك شاب لازم يكمل علمه ودراسته، وتتمنى يعني أي قناة. أتمنى أكون معلق صوتك.